بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي إنه علي حكيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به ما
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماء ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم